شباب يعطيك العافية. يلا شباب، يلا ابو بندر، يلا ايمن، يلا. والله ايش كان متحزنك طارق؟ والله ما حد قال لهم يتاخرون. ترى طارق والله لازم نشوف ايش؟ الحصة العصر دي لازم نشوف لها حل يا كابتن طارق. بنقدمها الحين. لا لا تقدم، احنا يوم جيناك 5:15 تبي نجيك قبلها. تبدا 5 ان شاء الله. ولا 5 عين تحت. ما عليه. يلا. اللي يبي مصلحته ويبي يستفيد من الرياضة بيجي. واللي يبي يرقد يرقد. هم يبونها بس تأخير يا غصب. يلا. تعالوا هنا بجنب اخوياكم يلا. وين؟ جنب اخوياكم هناك. يلا.